ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت شوارع العاصمة العلمية فاس نزول أمطار قوية وعرقلة كبيرة ليلة أمس الأحد جراء التساقطات المطرية الرعدية التي همت حي الأمل بالنرجس وزواغة ولالة سكينة وكذا مختلف أحياء المدينة، فضلا عن باقي المدن الأخرى بالجهة والتي تعرف هي الأخرى تساقطات غزيرة ورعدية كتاونات والحاجب وصفر وولاد طيب ومكناس. وحسب مصادر إعلامية فإن الأمطار الرعدية التي شهدتها مدن فاس ومكناس تتسبب في غمر معظم شوارع الأحياء، كما غمرت الأمطار الرعدية مختلف أحياء وشوارع المدينة القديمة للعاصمة العلمية، بحيث تحولت في ظرف أقل من ساعة إلى برك مائية متكتلة تسبب في عرقلة حركة السير لأصحاب الدراجات النارية والعادية والسيارات التي تعج بها المدينة. هذا وأودت الأمطار الغزيرة إلى اختناق مجاري الصرف الصحي بعد نصف ساعة من هطولها، بحيث تحولت معها شوارع المدن المذكورة إلى برك مائية متكتلة، مما قد يؤدي إلى تسربها بشكل سريع إلى المنازل المتواجدة بالأحياء، خاصة تلك التي توجد أسفل الإقامات السكنية. لا سكينة زواغة مع الأسف الشديد هاد المنطقة فيما كتساقط شوية ديال الشتاء كتعيش هاد المشكل هذا. ومن هذا المنبر هذا كنشكروا رجال الوقاية المدنية اللي كيعملوا بمجهودات جبارة وكيتقاضوا واحد الراتب شهري هزيل. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، تدخل ديال الرجال الوقاية المدنية اللي كيشتغلوا بواحد المجهودات جبارة وكيتقاضوا راتب شهري هزيل، بينما النائمون في البرلمان كياخذوا حصة الأسد من هاد الدولة. هانتوما شوفوا مساكن كيف مكرفصين هنايا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.